السلام عليكم ومرحبا بكم. واليوم فيديو جديد يا لاله اللي بغى يشري داره وبغى يشريها في قلب البرنوصي. جبت لكم هاد الهوته الزوينه يا البنات، ديور السكن الاقتصادي وفي قلب الدار البيضاء وبالضبط في البرنوصي. غتقول لي اواه ما يمكنش، غيقول لكم يمكن، كل شيء قريب لك، سوق طريق الفردوس. ومن اللي كنقول لكم قلب البرنوصي يعني هاد الديور راه كيتواجدوا في البرنوصي وبالسكن الاقتصادي. غتقولوا لي مستحيل، غنقول لكم مع جرين بارك، اقامه جرين بارك البرنوصي راه كل شيء ممكن. ايوا اجوا معايا باش تعرفوا. شقق ممتازه ومحلات تجاريه وغير ب 25 مليون. واللي بغى اي استفسار معلي الا يتواصل بهذا الرقم اللي هو 0522 300 306. جرين بارك شقة الأحلام. اليوم في هذا الفيديو غادي نعطيكم النعت مضبوط، وهذه هي الشقة النموذجية اللي غادي تشوفيها وبيها باش غادي تشري دارك. ايوا الناس اللي عزيز عليهم البرنوصي وما كيبغوش يتفارقوا عليه، خاصة دابا في كازا اولا في البرنوصي، راه ما بقاش الشقق النموذجية، هذا هو اخر شطر في البرنوصي اللي بقى فيه السكن الاقتصادي، اما كل شيء ولا موين ستوندين. وندوزو اخواتي واخواتاتي الناس اللي كيشاهدوني، اول حاجة قبل ما ندوزو للتفاصيل فما تنسوش تابوناو معايا وتخلوا لي تعليق واي استفسار على هاد الشقق النموذجية اللي قلت لكم، فقط خلوا لي تعليق وغادي نجاوبكم مباشرة اولا تواصلوا معايا أو لا تواصلوا بالأرقام اللي غادي نخلي لكم ديال جرين بارك إقامة البرنوصي. والناس ديال البرنوصي اللي كيعرفوا مزيان شركة ميشوك ديال الفانيد وكيعرفوا شركة كوكاكولا والمقر ديالها، فراها الديور قراب ليها بزاف بزاف بزاف، وغادي يعرفوا أنهم ما غاديش يبعدوا على البرنوصي. عجبوني هاد الديور بزاف لان فيهم السكن الاقتصادي وفيهم حتى الموين ستوندين. وباش عجبوني بزاف ان في البرنوصي ما بقاش السكن الاقتصادي، يعني الا فلتي هاد الفرصه هو سير اختي شري الموين ستوندين. وتبارك الله راكم نتوما عارفين ماشي كلشي عنده الثمن ديال الموين ستوندين. شوفوا البنات هنا، ها هو داك ديال كوكاكولا كاين هنا، وهنا كاين في مكان دوار زرابه ياك، وميشوك هاي كاينه هنا، وهما الديور قرابين، يعني اللي باغي يسكن في الكازا ها هما الديور كاينين. زوين هاد البلاصه، واعره واعره. سميتهم جرين بارك البنات، جرين بارك. المدرسه فين المدرسه؟ كاينه المدرسه ديال الروز. ها انتم شفتوها، ها هي كاينه المدرسه سميتها سترونغ. وهذه كوكاكولا على ما اظن، وهذا هو الريسبسيون. ها انت شوفي ديالهم، اللهم زيد وبارك. يا سكينة، الله 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 الله، شحال زوينة. وعاد باش كاين البالكون، ها هو وها هو المشروع جرين بارك. غادي نكتب لكم السمية حيت ما السمية باقا ما شديتهاش. المهم كيف ما قلت لكم كاين حدا ميشو، هما الديور فيهم موين ستوندين، وهذا والسكن الاقتصادي. السكن الاقتصادي فيه ما بين 50 حتى 54. هادي الكوزينة باش تكونوا عارفين. صيفط لك هانت، هادي هي الدخله. هذاك الشيء اللي غادي ندير، ها نتوما هذا هو الصالون بعدا، اللهم زين ياك. ها هو شوفوا الصالون البنات، ديري لي هاد التويشي زوين، انا كيعجبني هاد الشيء ديال التنظيم قادين غزي ول كيبان الطوب. شوف هاد التويشي ديري نفس ديدرات تاهي، شحال جات زوينة. بتي صالون، شوفو صالون كنظن دابا باين كلشي. ساسي لو كولوار، يصالو شوفو هنا بيت النعاس، شوفو شوفو بيت النعاس كيفاش دايرين ليها البنات، دايرين هذا هو بلاكار زوين. شوفو واش محلول، يعني هنا تشري او ميم طون حتى الافكار، يعني حتى الافكار ديال تاخدو في هذا الشونتي كيتاخدو، كيكونوا مصايبينهم يعني كما تنقولوا مصممين. كومين سي جور
الله يحفظك شكرا. وهذا هانتوما هنا لكن نخلط حشاكم. هذا صال دو بان او ميم طون تواليت لا شومبر كوشي اي تيلمون غران. شوفوا كيفاش دايره. وما ننساش نسلم عليكم ضروري. نحيد الفلاش هانتوما. الله هذه الشومبر ديال لي زونفون. شوفوا كيفاش مخدومه هانتوما واعره يا اختي. شوفوا هنا اللي عنده الوليدات ويقدر هنا. شوفوا اه هيا كينا اللولي الاول وهو السرير الثاني ياك. وهو عندهم هاد لي سباس هنا اه 50 متر. شوفوا كات هانتوما. شوفوا ما بين 52 56 وحتى 56 وحتى. شتو غادي نجيكم دابا ما بيت النعاس. ها هو والكوزينة ها هي وها هو الصالون. شوفوا هذا هو الصالون البنات. ها هو الضو شعل حقيقة ما صورت ليكم ياك زوينه. شوفوا دابا هنا هذا الصالون الدخله ديال الله شحال زوينه. ماشي مشكله. شوفوا البنات اقامه جرين بارك البرنوسي. اوكي البرنوسي راه محسوبين على البرنوسي. شقق ممتازه جوج غرف وصالون غير ب 25 مليون. وهذه هي فين كاينين البنات. وغنزيدكم هاد الشقق باش زوينين. شوفوا معايا ها البرنوسي هانتوما. ها هي القنطره ديال البرنوسي. راهو الجامع ديال الفردوس كاين لهي وراه هي القنطره لوطوروت يعني حدا لوطوروت. من تما كتقطعي البرنوسي يعني الناس اللي ما باغينش يفوتوا البرنوسي فما غيلقاوش محسن هاد الاقامات. وين غتحمق ماماك هادي شتوها راهي البنات. راه القنطره راه القنطره كتقطعي وكتخرجي في البرنوسي نيشان. يعني هاد البلاصه جات فارقه ما بين البرنوسي وفين هنا اخوان الصافي. هانتوما باش تعرفوا ملي تجو حيت كتجو حدا كوكاكولا وكوكاكولا كيعطوكم كيقول لكم سيروا للاقامات. هادو هما الاقامات البنات هانتوما. وجاو في بلاصه نقيه وزوينه وفي شارع زوين. اللهم يستر. هو الشطر الاول البنات كيتبناو هنا. شوفوهم يعني هادو غاديين من هنا حتى الكوكا واللي زاد القدام راه حدا القنطره.